بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله طلاب. في سيشن جديد باسم الأبر جي آي تي بليدنج، راح ناخذ الجي آي تي بليدنج يعني النزيف اللي يصير بالجهاز الهضمي. عندنا ما يعرف بالأبر جي آي تي بليدنج، وعندنا ما يعرف كذلك باللور جي آي تي بليدنج. في هذا البارت، في هذا السيشن يعني، راح ناخذ ان شاء الله تعالى الابر جي اي تي بليدنج، وفي سيشن اخر راح ناخذ اللور جي اي تي بليدنج. راح نعرف شنو الفرق بين الابر واللور، وليش سموه هذا ابر وليش سموه لور، بالنسبه للسايت اوف ذا بليدنج اللي يصير. تمام، بالنسبه لهذا السيشن، هذا السيشن ياخذكم به دكتور رعد فاضل الربيعي، دكتور رعد اللي هو اختصاص جراحه يعني. بالنسبه لنمط هذا السيشن وشلون يجيكم ومين يجيكم، هذا راح تكونون انتم معرضين الى بشكل كمان كلش بالمستشفى. فممكن تلاقيه انت بامتحان الاوسك بالمستشفى وتاخذ هيستوري من شخص عنده بليدنج، مثل ما مريت بها انا بالفاينل. بالفاينل شخص كان عنده ملانيا، اي انا اخذت من عنده يعني هيستوري بوقتها زين، وبعد يعني الاسباب الاخرى لازم انت تكون ملم بيها، تعرف الصفات مال هذا السيشن وتعرف المعلومات هواية عنه. ليش؟ لان اول شيء هو امرجنسي. امرجنسي يعني انت من تداوم بالطوارئ راح يجيك بيشنت عنده ابر جي اي تي اور لور جي اي تي بليدنج، ولازم تعرف شلون تتعامل وياه. هاي من جهه. الجهه الثانيه هو بحد ذاته البليدنج هو خطير، شكو شيء له علاقه بالدم فهو خطير. تمام يعني. بعد بالامتحان قلت لكم ممكن تواجهونه بالاوسك بالمستشفى، بالتطبيق بالعملي بالمستشفى، كذلك سيشن مهم بالنظري، بامتحانات النظري تجي من عنده اسئله. تمام، ويعتبر من السيشنات المهمه اللي ما لازم تنساها انت مرور حياتك اثناء يعني الكليه لحد ما تتعين. لازم يبقى السيشن هذا والابروش مالتك وشلون تتعامل ويا شخص عنده ابر جي اي تي ولور جي اي تي بليدنج، شلون تتعامل وياه بشكل صحيح بالمستشفى على مود تحافظ عليه لان شغله امرجنسي. بالاضافه للاسئله اللي جايه بالامتحانات، فاني هم ان شاء الله تعالى تلقوني مأشرها يمكن بالمنزله مثل ما تشوفون بقيه السيشنات مأشرها. فنبلش الابر جي اي تي بليدنج، ايش راح ناخذ بيه؟ راح ناخذ شنو هو الابر جي اي تي بليدنج؟ راح ناخذ الكوسز اوف ذا ابر جي اي تي بليدنج سين عاني. بعدها راح ندخل في كلاسيفيكيشن، نصنفه حسب خطورته. اوكي، صارت ثلاث شغلات. والخطوه الرابعه والشغله الرابعه اللي راح ناخذها بالابر جي اي تي بليدنج، اللي هو شنو هي الابروتش اللي راح نتبعها للشخص اللي عنده ابر جي اي تي بليدنج. شنو معنى كلمه ابروتش؟ كلمه ابروتش معناها شنو هي الخطوات اللي انا اسويها لشخص عنده ابر جي اي تي بليدنج، بدايه من هيستوري لحد التريتمنت. هو هاي يسمونها ابروتش، يعني هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن مانجمنت يشمل تريتمنت فارماكولوجيكال نون فارماكولوجيكال، متابعه للبيشنت اسوي له بين فتره واخرى. هاي كلها يسمونها ابروتش. هي الابروتش اللي نتبعها. تمام يعني. فهذه هم راح نطلق عليها ان شاء الله تعالى، وتعتبر جدا مهمه والبارت الاهم من هذا السيشن تقريبا. الابر جاسترو انتيسانال بليدنج او الابر جي اي بليدنج شنو هذا؟ معناه من اكو ابر واكو لور، معناه اكو فتشي يفصل الابر عن اللور. احنا مثل ما نعرف الابر الجي اي تي بليدنج يبلش بالفم الماوث وينتهي بالراكتم او بالانس. تمام يعني. هذا كله هو جي اي تي تراكت، نقسمه الى ابر ولور. حاله ريسبيراتوري شلون قسمنا ابر ولور، هذا هم نقسمه الى ابر ولور. يتقسم الى ابر ولور، انتم مثل ما تعرفون انه الديدونوم باربع بارتات، الديدونوم باربعه اجزاء زين. اكو في منطقة اتصال الديدونوم مع الجيجنوم اللي هو يسمونه بالديدونو جيجنوم فلكسر. فلكسر وين ما تسمع فلكسر معناها اكو فد ثانية بالموضوع، ثانية يعني فد اكو زاوية. وضحت السالفة؟ هذا هسه هنا الستومك موجودة، وهذا هو الديدونوم يقسم إلى أربع بارتات، يجي الديدونوم وراح يتصل بالجيجنوم هنا. وضحت السالفة؟ زين. زين، فاكو فلكسر، الفلكسر اللي هي منطقة ثانية تصير ما بين الديدونوم وكذلك الجوجينوم، هاي نسميها فلكسر اللي هي شنو؟ ثانية تصير هنا بهاي المنطقة. المهم هذه الفلكسر أو الثانية اللي بهاي المنطقة يمها اكو ليجامنت، هذا الليجامنت عبارة عن يعني رباط يربط هاي الفلكسر ويا من؟ يربطها ويا يعني لورا، يسحبها لورا، اللي هو يسمونه ليجامنتس أوف تراتس. ليجامنتس أوف تراتس يربطها ويا من؟ يربطها ويا الشغلات اللي ورا. تمام، يربطه بالعمود بالعمود الفقري كمثال، وهكذا اللي هو هذا تلاحظون ليجامنتس اوف تريتس. هذا هو الديدونوم، وهذا الديدونال فلكسر اللي هي هاي المنطقه، وهذا ليجامنت اوف تريتس. شوفوا شلون متصل رايح اليمين للعمود الفقري، يعني ياخذه يربطه لي ورا. الابر جي اي تي واللور جي اي تي تراكت منا يتحدد من ليجامنت اوف تريتس. شكو شيء قبل الليجامنت اوف تريتس اللي هو منا
ندي دونام هذا من الجزء الثاني تقريبا او من الثالث، ما تدي دونام فما فوق لحد الفم لحد الماوث، هذا كليتها يسمونها ابر جي اي تي، من الليجامنت اوف تريلز فما دون لحد الاناص هذا يسمونه لور جي اي تي. لهنا الامور تمام. فيقول الابر جي اي تي بليدنج هو عباره عن هيموريج، هو هيموريج ينبع او يكون اوريجينيتي الاصل مالته منين، الاصل مالته يكون في المنطقه اللي تتحدد ابوف ذا ليجامنت اوف تريلز، المنطقه اللي قبل الليجامنت اوف تريلز، اوكي يعني اللي هي وين الليجامنت اوف تريلز بيديدونو جيدونو فلكسر اللي هو هذا مثل ما قلت لكم عليه. It is the most common GIT emergency. شوف هو أكثر واحد GIT emergency من هو البليدنج. قلت لكم هو بليدنج بعد. It is 4 times more common than lower GIT bleeding. الأبر أكثر common من اللور بأربع مرات. المورتاليتي ريت بالبيشنت اللي يدخلون بالمستشفى تقريبا تدخل تبلغ 5 إلى 10 مرات، 10% العفو. تذكرون في سيشن سابق بالديسبيبسيا قلت لكم أنه احد الاعراض مال الديسبيبسيا اللي هو قلت لكم منو يسبب اياها، يسبب اياها كمثال بيبتيك السر. قلت لكم البيبتيك السر احد الكومليكيشن مالتها هي بليدنج، فممكن يجيني شخص عنده بيبتيك السر وعنده بليدنج، وهذا البليدنج اللي صار بسبب البيبتيك السر تمام عيني ينطيني اعراض او لازم ادرسه ضمن الابر جي اي تي بليدنج اذا كانت هذه الالسر موجوده في الجاستريك اور بالديدنال، يعني جاستريك السر او ديدنال السر لازم ادرسها على شكل انه شنو، على شكل انه هي ابر جي اي تي بليدنج. فشنو صفات الشخص اللي عنده جي اي تي بليدنج، شخص عنده جي اي تي بليدنج شنو الصفات اللي يجيني بيها، شنو البرزنتيشن مالته نسميها احنا تمام عيني. يجيني بخمس صفات، خمس شغلات هاي تحفظها ومتلازمه وياك، يعني وين ما تسمع جي اي تي بليدنج تتخيل ان الخمس صفات موجودات. شنو ذن الخمسه؟ اول شيء هيماتوميسيس. هيماتوميسيس معناها فوميتينج وذ بلاد، يكح العفو يتقيأ دم، هذا نسميه احنا وضح السالفة. هاي وحدة هيماتوميسيس. ثاني شيء ملانيا، الملانيا اللي هي stool with blood، stool with identification of blood، وتكون الملانيا شنو هو سودة كلش سودة تمام عيني. فهيماتوميسيس هذا انا بعطيكم تعريف هنا خاف تردون انتم يعني. المهم فهي تنطيني الابيرنس مالتها مالت الهيماتوميسيس يعني شكل القيء مثل الكوفي، كوفي جراوند ابيرنس. خافي تسمع هذا المصطلح هواي ام سي كيو دكتور سي لك بيه الهيمات، يقول لك شلون تعرف هذا هيماتوميسيس، شلون شنو لونه، تقول له انه يكون سيميلر تو كوفي جراوند ابييرنس يعني مثل شكل الكوفي. اوكي الملانيا مثل ما قلنا الملانيا هي عباره عن شنو، عباره عن ستول وذ بلاد، شو يكون شكلها، يسمونه بلاك تاري ستول، بلاك تاري ستول. هاي الصفه مالته هاي مهمه من اقول لك لأن مضايف لك إياها المعنى مهم ما تنسيل بيها. بلاك تار ستول تجي بالامتحان، تجي بالأوسكي، أوكي يسألك بيها الدكتور شنو شكلها، بلاك تار ستول يعني ستول أسود، أوكي أسود جير يعني قاتم مثل الدجداش السوداء، مثل أنا لابس دجداش السوداء حاليا تمام يعني شيء أسود كلش حال زين. بعد عندنا فد شيء ثالث اسمه الهيماتوتشيزيا. شنو الهيماتوتشيزيا؟ الهيماتوتشيزيا معناها شوفوا هنا الملانية فرقها عند الهيماتوتشيزيا بيمن بالسيفيريتي اوف بليدنج، وشنو هسه راح نجيها بعدين. الهيماتوتشيزيا معناها انه دم يطلع عن طريق الانس، عن طريق الركتم، عن طريق يعني عن طريق المخرج، بس شو يكون فريش، شنو فريش يعني احمر يعني تو طالع كانه. وضحت السالفه؟ هسه راح اعطيكم الفرق بين الملانيا والهيماتوتشيزيا. هسه بس نكمل الصفه الرابعه اللي ممكن نلقاها اللي هي الاكلت بلاد ان ستول. اكلت بلاد ان ستول معناها شنو هو؟ معناها دم بالستول بس ما مرات ما يشوفه بالعين المجرده عن طريق التحليل او كذا او شيء اشوفه زين. بعد ونقطه خمسه ممكن يجيني الشخص عنده انيميا بسبب شنو؟ بسبب الكرونيك بلاد لوس، على قد ما يفقد دم بشكل متكرر حتى لو شويه شويه لمده طويله راح يصير عنده انيميا. فخمس صفات يجيني بها الشخص اللي عنده شنو؟ اللي عنده جي اي تي بليدنج. يجيني ممكن هيماتوميسيس، يجيني ممكن ملانيا، يجيني ممكن هيماتوتشيزيا، يجيني ممكن اكلت بلاد ان ستول، وممكن يجيني صفات مال انيميا. وصفات مال انيميا تعرفونها انتم لازم، بيلو وتاكيكارديا والى اخره وليثارجي تعرفونها كليتها بعد زين عني. فشوف نلاحظ انه كل شغله كل مصطلح يطببنا بموضوع كامل. يعني تذكرون احنا من اخذنا ديسبيبسيا وحكيت لكم عن البيبتيك السر، قلت لكم احد الكومبليكيشن، قلت لكم البيبتيك السر صفاتها بين كمثال زين، بيجاستريك بين وتندرنس
ويا الاكل يزيد البي والى اخره. قلت لكم احد الكومليكيشن مالت البيبتيك السر هي البليدنج. اوكي من يجيك شخص عنده بيبتيك السر وعنده بليدنج لازم تاخذ من عنده هيستوري مال البليدنج اللي هو هذا اللي جاي ناخذ بيها هسه حاليا. يعني انت موضوعنا الاساسي كان بيبتيك السر، جرنا وين طببنا للبليدنج. البليدنج عليه ملزمه كامله، وضحت السالفة؟ البليدنج عليها ملزمة كاملة. البليدنج ممكن يسوي أنيميا، الأنيميا عليها ملزمة كاملة أو موضوع كامل أو إلها صفات أو يعتبر ديسيس كامل يندرس وحده، تمام؟ والأنيميا هم بها فتشي معين ويخلي فشنو موضوعي دخلك بموضوع موضوعي دخلك. لذلك لازم تكون ذكي ولازم عندك معلومات قوية على مود الكيس الواحد تلقي ممكن 5 ملازم تدرسها سوية، 5 ملازم بكيس واحد بيشنت واحد، 6 ملازم سوية. يعني منك أقول 6 ملازم يعني معلومات هواي، فأنت لازم تعرف شلون تسأل. نجي هسه شلون هسه أنا أعرف أو شنو أفرق، شلون أفرق هذين اللي قلنا عليه، هن الميلانيا والهيماتوتشيزيا. هن الثلاث عبارة عن دم يطلع عن طريق المخرج، أوكي؟ بس فرق الميلانيا اللي قلنا شنو هو بلاك تار ستول، يعني عبارة عن ستول أسود. ستول أسود الايرون من يصير بيه ميتابوليزم، من يطلع من مثلا صار اكو نزيف او شخص عنده بيبتيك السر كمثال جاستريك السر، صار عنده نزيف وين بداخل المعده، هذا النزيف وين انتقل لجدنه، راح يمر بمن؟ راح يمر بالدايجستيف انزيم اللي تطلع من البنكرياس والكذا، الانزيمات اللي تطلع من البنكرياس والانزيمات الاخرى اللي تطلع من اماكن اخرى، هاي كلها ما راح تجي تهضم الطعام اللي بالامعاء. هذا الطعام اللي بالامعاء شنو وياه؟ وياه دم، الدم شبيه بايرون، فالايرون راح يتكسر يصير بميتابوليزم، يعني تطرا عليه بعض التغييرات فيتحول لونه من يختلط ويا الطعام وبالميتابوليزم وبالانزيمات راح يتحول لونه الى الاسود فيطلع له على شكل ميلانيا. فكلما كان النزيف في مكان اعلى في الجي اي تي، من اقول اعلى بالجي اي تي يعني شنو؟ يعني بالجاستريك بالستومك بالديدنوم بالجيجنوم، يعني في مكان بروكسيمال يعني ببدايه الجي اي تي، ممكن بالاوسفاجاس وينبلع الدم وينزل ويا الامعاء ويا الاكل، تمام؟ كل ما كان عندك ميلانيا، تمام، معناها انه البليدنج في مكان بروكسيمال بالجي اي تي. حلو، كل ما لون الميلانيا خف، تمام، لون الميلانيا خف يعني سواده قليل، هاي من جهه، او دم يعني واضح انه هذا دم، شلون الدم متخثر او كذا، دم اسود ممكن، او فريش بلاد يعني دم احمر وردي تو مبين تو طالع تو نازف، فمعناها النزيف قريب منين؟ من الديستال جي اي تي، قريب من المخرج، قريب من الانس من الركتم. وضحت السالفه؟ ليش؟ لانه من يكون موضع النزيف في مكان ابعد او في مكان ديستال او في مكان قريب على الركتم، ما راح اكو هنا يلقى قدامه انزيمات على مود تكسر الايرون، وما راح اكو فد مجال انه يختلط الدم ويا من؟ ويا الستول قبل لا يخرج على مود يغطي كل الستول، لا راح يطلع بشكل منفرد وحده، اوكي يعني فيكون فريش بلاد. فهاي تفرق بين الميلانيا والهيماتوتشيزيا. كذلك الهيماتوتشيزيا اللي قلت لكم هي عباره عن فريش بلاد، مو معناها كل الكيسات اللي هم هيماتوتشيزيا معناها فريش بلاد جاي يطلع من الركتم او من الانس، تمام، مو معناها كل الكيسات اللي عندهم هيماتوتشيزيا معناها عندهم بليدنج lower يعني distal part of the GIT، مو معناها هيجي. أنا مو توني قلت لكم أنه كل ما كان blood fresh كل ما كان أحمر كل ما معناها أنه في مكان distal بالGIT، مو لولا، بس مو شرط، مو دائما. مرات شخص عنده نزيف كلش قوي في مكان أبر بالGIT proximal كمثال بالديدنم بالستومك، بس على قد ما النزيف قوي الأمعاء انترس الدم، وضحت، وقام يعبر بدون ما ينتظر طعام، يعبر الدم، يسير الدم، هو مو تقول فتشي سوليد، هو سائل، الدم سائل، تمام؟ وتخيل انه الانتيسن هو بوري او صوندة، فالدم يمشي بيها بدون ما يحتاج بيرستالسيس ولا يحتاج حركة امعاء ولا يحتاج كونتيت ويا ولا اخره. على قد ما النزيف قوي مرات بالابر جي اي تي تراكت كمثال بالستومك بالديدنوم بالجيجنوم راح يمشي الدم ينزل بسرعة كلش قوية ويطلع ممكن يعني مثل ما نقول بدون إرادة الإنسان انفلنتري يطلع من الركتم على شكل هيماتوتشيزيا. وضحت؟ فالهيماتوتشيزيا إلها وايد ديفرنشال دياغنوسيس، أما يكون البليدنج ديستال بارت اوف ذا جي اي تي أو يكون bleeding proximal part of the GIT بس يكون severe كلش،
هنا الامور تمام تمام فهسه عرفنا الصفات اللي يجيني بها الشخص اللي عنده بليدنج بالجي اي تي بشكل عام، سواء ابر او لور، هو هاي بشكل عام يجيني هاي الصفات مال الجي اي تي بليدنج. حلو. الكومن كوزز راح ناخذها هسه اللي يسبب لي ابر جي اي تي بليدنج. اول شيء بيبتيك السر، وهاي كلش كومن بيبتيك السر، هسه كل واحد راح ناخذ عليها. تمام. ايروجن، ايروجن هي بدايه بيبتيك السر، يعني يصير اكو شنو هو، يصير اكو فد يعني شلون اقول لكم، مو نقول تدمر، دامج، نقدر نقول دامج او انفلاميشن لبعض لجزء معين من اجزاء الجي اي تي تراكت. تمام. فهو بدايه الالسر، يعني الايروجن معناه بس الطبقه السطحيه، الميوكوسا متاثره ما نازله جوا. اوكي. بعد ميوكوسا انفلاميشن، يعني يصير اكو انفلاميشن في منطقه محدده، كما بالاسوفاجس يصير اسوفاجايتس، او بالجاستريك جاسترايتس، بالدودنم دودنايتس، اما بسبب الاتش بايلوري الى اخره، هواي شغلات. بعد ممكن فاريسز اللي هي الدوالي، والدوالي انتم ماخذينها بسبب من الصير، تصير مثلا بسبب سبينك فينوس ثرومبوسيس، يعني يصير اكو انسداد بالسبينك فين او بالبورتال فين ثرومبوسيس، انسداد بالبورتال فين، او ممكن كرونيك ليفر ديسيز مثل السيروسيس، ليفر سيروسيس، هاي كلها تسبب له شنو، فاريسز، والفاريس تؤدي الى بليدنج، وسيشن كامل على الكرونيك ليفر ديسيز وكذلك على الفاريسز وشلون يتعامل وياها، انتم اخذتوه سابقا من الكرونيك ليفر ديسيز. اوكي. يعني بعد ممكن مالوري ويز تير، مالوري ويز تير هسه راح ناخذها سلايد ورا وكم يعني شنو المالوري ويز تير. بعد تيومر، تيومر ممكن طبعا هو هذا الملزمه هذه وهاي السوالف كليتها. تمام. هاي يعتبر ديفرنشال دايجنوسيس. خلينا نكمل هسه. ممكن تيومر دائما، شوف خلي بالك ثلاث شغلات خليهم بالبليدنج دائما، شكو شيء بليدنج تشوفه خلي بيه ثلاث شغلات، اما انفاركشن تمام اللي هي اسكيميا ما اسكيميا من السوالف. اوكي. اور تيومر اور تروما، تروما يسوي لك بليدنج، تيومر يسوي بليدنج، انفاركشن يسوي بليدنج، ممكن انفاركشن اور اسكيميا اور يعني شو يسمونه ذاك انيورزم ما انيورزم وذن السوالف يسوون بليدنج، ذن خليهن ببالك دائما. بعد بليدنج تندنسي، يعني الشخص عنده الكوغوليشن ديسوردر، فبالتالي يكون عنده بليدنج تندنسي، وضحت السالفه، يعني عنده نقص بالبليتليت او ديسفانكشن بالبليتليت وهكذا، او الفان بول براند اللي هو وول براند اللي اخذناه سابقا احنا بالمرحله الثالثه تذكرونه زين، لان هنا اللي يسوون كوغوليشن يصير بهم خلل. بعد راير كوز اللي هو الايورتو انتريك فيستولا، يعني يصير اكو فد اتصال ما بين الايورتا وما بين الانتستين، ايورتو انتريك فيستولا، اتصال بحيث الدم اللي من الايورتا يعبر وين، يعبر الانتريك، هذا راير. فاسكولار ليجن مثل ديولوفاي ديسيز او ديولوفي ديسيز، هذا هم نفس شيء راير، هم راح نجي نشوفه راح ناخذه بعدين. ذن هنا يعتبر ديفرنشال دايجنوسيس، هنا شكو شيء اسمه كوسيس معناه ديفرنشال دايجنوسيس، اجاك شخص عنده ابر جي اي تي بليدنج او عنده جي اي تي بليدنج او عنده ذن الصفات، ذن الصفات وانت شكيت انه هذا عنده جي اي تي بليدنج، شنو الكوسيس اللي تخليك اللي تخليها ببالك، تخلي ذن الكوسيس هنا يعني تقريبا 9 نقاط، 7 كمان و2 ان كمان، وضحت السالفه، وتبدا حسب الهيستوري اللي تاخذه انت راح تحدد يا هو السبب، وهسه راح نعرف احنا شلون نحدد الاسباب، كل وحده وإلها فد شيء يميزها يخليك تعرفها. البيبتيك ألسر بالله احنا اخذنا عليها سيشن كامل اللي هو الديسبيبسيا. تمام. وعرفنا البيبتيك ألسر شنو صفاتها والى اخره والكومليكيشن مالتها والريسك فاكتور، فذني كليتها ابحث عنهن اني. تمام. على مود اعرف الكوسس من اجل البيبتيك ألسر، انا شكيت هذا الشخص اول شيء دخل ببالي ممكن هذا الشخص عنده بيبتيك ألسر، راح اخذ منها من عنده هيستوري، راح اثناء الهيستوري راح اخذ السايت والوقت يمتى بلشت عندك واجريفيتنج ريليفيك فاكتور، مثلا بيبتيك السر تزداد مع الاكل وتقل بالجوع او هيك ذن السوالف، ومن ياخذ امبرازول وكذا يقلل عنده الالم، فذن كلها تنصفها لي دائما انه هذا الشخص عنده بيبتيك السر. بالاضافه الى ذلك ممكن عنده هيستوري اوف بيبتيك السر، ممكن سموكر، ممكن اتش بايلوري عنده، جرثومه معده سابقا وهكذا، يعني كليه الشغلات معناها تؤدي الى البيبتيك ألسر ديسيز. اوكي عيني، فمن خليهني ببالي انا دائما ذني. فصفات البيبتيك ألسر اللي انا ماخذها بالسيشن اجي اطبقها على البيشنت عنده لو لا، ياخذ نسائد كمثال اسبرين. اوكي الى اخره. بعد الايروجن اهم انا عندي فد شو اسمه صفات الها، جاسترايتس اسوفاجايتس دودنايتس هم عندي فد ساين ماين انفلاميشن او انفكشن،
بعد الفايروسز والله هاي نعرفها مثلا عندي شغلات مع الليفر ديسيز ما الليفر ديسيز وذا السوالف اللي هنا ريسك للفايروسز وهاي عليها سيشن كامل. مالوري ويس هاي يتميز انه يقح قحه قويه ويجي عنده جي اي تي بلينك هذا شيء كبير. مالوري ويس صراحه نجي وناخذها. التيومر صفات التيومر ماس القى ممكن يعني الم ممكن يصير عنده كومبرجن افكت. كومبرجن افكت شنو معناها؟ التيومر من يصير بمنطقه واحده منطقه معينه راح يضغط على الاورجان اللي تكون داير ما دايره. فاذا يضغط على البنكرياس يسبب لك شغلات على البنكرياس، ضغط على التشيس راح يسبب لك ضيق بالنفس وكذا، ضغط على ما ادري شنو راح يسبب لك وهكذا، يعني كومبرجن افكت نسميه. وكذا بالاضافه الى ذلك شو يسمونه ويت لوس هذا كل شيء كمان عند اهل الكانسر. وبعد بليدنج تندنسي والله هذا هو يعرف نفسه انه عنده هيستوري وعنده وراثه مال بليدنج تندنسي وهكذا. زين فجاي يشوفون انه المواضيع جاي واحد يدخلنا بواحد. يجي شخص عنده شنو ببتك ألسر العفو يجي عنده واحد عنده بليدنج وشكيت ببتك ألسر راح تبلش به هيستوري مال ببتك ألسر. تدخل تروح وين ترجع على منظمه ببتك ألسر ومعلوماتها. حلو ورا ببتك ألسر دخلت على موضوع ثاني وهكذا شيء طبك الشيء ثاني. المهم شو يسمون هنا الجي اي تي بليدنج بشكل عام. الجي اي تي بليدنج بشكل عام يقسمونه الى قسمين بي كلاسيفيكيشن بالتريتمنت من تجي تعالجه انت تقسم الى فاريزيال او نون فاريزيال بليدنج. شنو فاريزيال وشنو نون فاريزيال بليدنج؟ هاي اخر سطرين مكتوبه. الفاريزيال يعني عندك فاريسز اللي حكينا معناه اللي حكينا مساء عليها اللي هي الدوالي اللي يصير بالمعده او الدوالي اللي يصير بالاوسفاجس تمام اللي يصير امام سبب كرونيك ليفر ديزيز سبين كبير ثرومبوسيس بورتال فين ثرومبوسيس ينسد البورتال فين وشرح لكم عنها سابقا انا اتذكر بالبنكرياس يمكن اي يمكن شرح لكم على البنكرياس وانتم ماخذين بالكرونيك ليفر ديزيز همينا. فهاي يسمونها شنو هم يسمونها بالفاريزيا الفاريسيس. هاي الفاريسيس من تنزف يسبب لك شنو هو جي اي تي بي دي كانه ملانيا هيماتوميسيس الى اخره. اوكي من تكون سبب النزيف فاريسيس نسميها بالفاريسيال بليدنج فنعالج الفاريسيال بليدنج. شلون نعالج الفاريسيال بليدنج مثل ما اخذتوا انتم بالكرونيك ليفر ديزيز عن طريق الباند او عن طريق السكليروثيرابي تمام عيني والى اخره هواي او عن طريق البيتا بلوكر انجكشن بالسايت نفسيته وهكذا بازو كونستريكتور يعني هاي يسمونها فاريسيال. واذا كان النزيف شيء ثاني غير الفاريسيز يسمونه نون فاريزيال بليدنج مثل من مثل بيبتيك ألسر مثل مالوري ويس يعني اي سبب ثاني غير الفاريسيز يسمونه نون فاريزيال بليدنج تمام. فعلاج دائما هاي تنسأل بيها وانا سألت بيها شخصيا بالاوسكي قلت لكم هذا السيشن كله ثاني سألت عليه بالاوسكي تقريبا اوكي يعني الكيس مالتي كان هيجي جي اي تي بليدنج قصدي. فاذا يقول لك دكتور شلون تعالج الشخص اللي عنده جي اي تي بليدنج قل له دكتور انقسمه الى فاريسيال بليدنج ونون فاريزيال بليدنج. الفاريسيال بليدنج اعالجه كذا وكذا وكذا النون فاريسيال بليدنج اسوي له تحليل كذا وكذا وكذا وعالجه كذا وكذا وكذا. عندنا شنو هو عندنا مخطط كامل راح من نوصل ان شاء الله تعالى بالابروش بنهايه الملزمه اذكركم به واقول لكم انه راح نعالج فاريس ونون فاريسيال بليدنج اوكي. بس قلت لكم شنو معناه نكمل بالكوسيس. الكوسيس عندي البيبتيك ألسر اول سبب او الكومن كوسيس اوف ذا جي اي تي بليدنج. هاي البيبتيك ألسر refer to an ulcer in the lower esophagus or stomach or duodenum or jejunum تمام. يعني الألسر شنو معناها؟ معناها انه اي البيبتيك ألسر شنو معناها؟ معناها اي ألسر موجودة بالجزء السفلي من الأسفاجس او الستومك او الديدنوم او الجيجنوم تمام. سواء وحدها or after surgical anastomosis of the stomach. surgical anastomosis يعني سويت عملية للستومك انت تمام. من اي شيء يدخل تصليح انا هاي قاعدة يعني دائما اقولها اي شيء يدخل تصليح يخرب مو مثل الاول يرجع. فاكو بعض الناس سووا عمليات للمعده سواء اضطراريه او كذا او قرص او الى اخره دول يكون ريسك للبيبتيك ألسر واخذناها بالديسبيبسيا وقلت لكم شلون تكون ريسك للألسر تمام. هنا مساء قلت لكم اكو كلمه اسمها ايروجن هي بس طبقه الميوكوسا البرة شويه متاذيه مثل ما تلاحظون تمام. الاكيوت ألسر شامله طبقه الميوكوزا والصب ميوكوزا وشويه واصله للمسكولارس الطبقه العضليه. الكرونيك ألسر لا ثاقب ثقب يعني واصله حتى للسروزه اللي هي الطبقه الرابعه من طبقات المعده او طبقات الامعاء كمثال وتكون ريسك للبنتريشن او البيرفوريشن العفو يعني تثقب الامعاء وتطلع الكونتاكت الكونتنت مالت الامعاء لبرا تمام عيني. هنا يقول هذا الصدر الاسطر البيض يقول البيبتيك ألسر افكت اريا اوف ميوكوسا نفسها اللي قلت لكم عليها عن الساعه او ماخذين احنا بالديسبيبسيا انه هي بسبب الجاسترين سكريشن وبسبب الاسيد سكريشن وما بسبب الاتش بايلوري والى اخره
يؤثر على طبقة الميوكوزا والصب الميوكوزا، وممكن حتى يوصل للماسكولاريس والادفنتيشا والسروسة. حلو، يقول الدودونال ألسر أكر 4 تايم مور كومنلي ذان ذا جاستريك ألسر أند آر مور لايكلي تو بليد. الدودونال ألسر تكون أكثر كمان منين؟ من الجاستريك ألسر من جهة، والجهة الثانية تكون مور لايكلي تو بليد أكثر منين؟ أكثر من الجاستريك. ليش؟ لأن الجاستريك ألسر صعبة أنه تتكون. ليش صعبة تتكون؟ لأنه بيها ديفنس ميكانيزم، بيها ميوكس ممبرين، هذا الميوكس ممبرين بي اس يو 3 يمنع الأسيد أنه يطخف جدار المعدة، إلا إذا صار أكو في الديسيز معين مثل اتش بايلوري انفكشن، تمام، أو في المرض معين أو سبب أسبرين ولا السوالف، يلا بذاك الوقت الـ HCO3 يتأثر والميوكوس ممبرين يتأثر، ميوكوس ممبرين يتأثر ويصير عندي جاستريك ألسر. بينما دودونال ألسر، دودونال ألسر كل شيء ماكو عاري، يعني لا بي ميوكوس ممبرين، لا بي مدري شنو، لا بي HCO3، لا بي كذا، أوكي. فأثناء ما يتفرغ الطعام من المعدة ويروح للدودونال، راح الدودونال يتأثر ينشوي من هذا الأسيد اللي جاي يطلع ويا الطعام، فيضطر إيعاز إلما للبنكرياس أنه يطلع HCO3 على مود شوية يعادل هذا الأسيد اللي جاي يطلع، تمام. فالدودونال ألسر لأنه ما بيه فالديفنس ميكانيزم يحمي نفسه، تمام، فيكون عرضة أكثر إلما عرضة أكثر للألسر وللبليدينج. الإتيولوجي ليش عنده بيبتيك ألسر؟ قلنا إحنا ما أخذنا سابقا سموكينج، نسايد ياخذ هاليكوباكتر بايلوري أو إش بايلوري اللي هي جرثومة المعدة نعرفها إحنا. الإيروجين نفس البيبتيك ألسر، بس شنو هو؟ ما يعبر للماسكولارس، بس الصب ميوكوزا، بس ميوكوزا تتأثر وتصير أكثر شيء بسبب من بسبب النسائي والكحول، أكثر شيء الإيروجين. حلو، نجي إلى السبب الثاني أو السبب الثالث اللي هو الميوكوسال إنفلاميشن مثل أوسافاجايتس. ليش يصير أوسافاجايتس؟ سبب الرفلكس أو جيرت كمثال، وهذا أخذناه سابقا إحنا أنه أحد الكومليكيشن مات الجيرت هو الأوسافاجايتس. أو سبب إنفكشن أو كيميكال، واحد ماخذ مادة كيميائية، صبغة كيميائية كذا إلى آخره، ومسوي عن التهاب. يوزينوفيلك هم أنا ممكن، غاسترايتس التهاب بالمعدة. ليش التهاب بالمعدة؟ ممكن سبب الأش بايلوري، شخص يأخذ أسبرين، نسايد، أو سيفير سايكولوجيكال سترس، هاي مهمة، شخص عنده سايكولوجيكال سترايك سترس العفو، حالة نفسية، ضغط نفسي كذا يصير عنده هذا. شنو هذا السيفير فيسيولوجيكال، مو سايكولوجيكال عفوا، فيسيولوجيكال ستريس، يعني فشي يتعرض الى البيشنت مثل من مثل بورن، هاي مهمه جت سال بيها طالب احد زملائي بي اللي هو سال الدكتور دكتور علي صالح بالاوسكي شنو معنى سيفير سايكولوجيكال ستريس، او شنو هي السايكولوجيكال ستريس اللي يسبب السر، ادقله مثل بورن، مثل المالتي اورجان فيلر، الكحول، بايل ريفلكس، فيرال انفكشن، ذن يعتبر فيسيولوجيكال ستريس يسبب ميوكوسال انفلاميشن، وهي بحد ذاتها الميوكوسال انفلاميشن ممكن تؤدي الى اعراض مشابهه للبيبتيك ألسر. بعد هاي الجاسترايتس بيها اكيوت وبيها كرونيك، الاكيوت اخذناها، والكرونيك مثل اتش بايلوري والاوتوميون ديسيز اللي هي بيرنيسيوس انيميا، انفكشن، جاسترانتسان ديسيز، كرون ديسيز اللي هو انفلاماتوري باول ديسيز، سيستميك ديسيز مثل ساركودوسيس راح تاخذ بروسبيرتي سيستم، جرافت فيرسس هوست ديسيز، والدينونايتس اللي هو التهاب الدينون. حلو، البورتال هايبرتنشن اند بليدنج اوف اريسيس، هذه ماخذينها انتم سابقا بالكرونيك ليفر ديسيز. شنو شنو يعني هذا المصطلح مالته او التوضيح مالته؟ التوضيح مالته انه الدم يعبر من الجي اي تي او ينزل او يصعد من اللور بارت اوف ذا بودي، من الجزء السفلي مالت البودي، وين يصعد؟ يصعد يطب الليفر عم ينقي من التوكسينات وذن السوالف، ودور انفيرر فينا كافا واللي ذبه بالقلب. وضحت؟ يعني كل الدم تقريبا يمر بيمن؟ يمر بالليفر. الليفر مرات يصير بمرض كانه يصير بسيروسس، تمام، سيروسس يصير بالليفر. من يصير بالليفر سيروسس انا اقول لك ايش يصير، مثل ما يصير مثل جبنه يابسه، جبنه يابسه، تمام، او مثل البلوك نقدر نقول لا تتمدد ولا هاي، او اسفنجه محروقه. يعني شلون امثل انا عندي، بس يعني بدي اوضح لكم اياها، هذا هيك محبب وصلب يسمونه سيروسس، اوكي، او يصير بفايبروسس. هذا راح يؤدي الى انه يضغط على من؟ يضغط له على الشيء يسمونه البورتال فين، واللي مار من خلاله والهيباتيك فينس، اوكي، يعني من يضغط عليه راح يسوي به تضيق، فالدم اللي يريد يصعد عن طريق البورتال فين، اوكي، راح يشوف اكو انسداد، فروان راح يرجع، راح يرجع باتجاه عكسي. فمن يرجع باتجاه عكسي وين يرجع؟ يرجع على ال شو يسمونهن الفينات ذني اللي هن يكون محاوطات بالمعدة ومحاوطات بالأوسافاجس، فيسوي جاستريك فاريسس ويسوي أوسافاجال فاريسس،
ممكن حتى يرجع للسيبلين، اوكي، يسوي ميغالبي يعني تضخم، وهاي انتم ماخذينها بشكل مفصل بالكرونيك ليفر ديزيز، ماكو داعي اعيدها مره ثانيه، اوكي. فهو هذا الفاريسز، فذني ممكن الفاريسز يطقن، يعني عباره عن وريد مملوء بالدم موجود وين بالاوسفاجس، وموجود ممكن بمن بالمعده بالجاسر، يسمونه جاسر فاريسز واوسفاجال فاريسز، ذني ممكن يطقن، اذا طقن راح يصير نزيف وتعيشون وتسلمون. ذني وين موقعهن الاوسفاجال فاريسز؟ الاوسفاجال فاريسز موقعهن تقريبا 3 الى 5 سنتيمتر من الجاسر واوسفاجال جنكشن، يعني منطقة اتصال الأوسفاجس بالجاسرك نص على 3 سنتيمتر، هنا الموقع مات الأوسفاجل أكثر شيء، أوسفاجل فاريسز، وكذلك ممكن عندي جاسرك فاريسز، تمام؟ هذا يسمونه بالفاريسي بالفاريسينج بليدينج، فاريسال بليدينج، وما أخذني توم عليه سيشن كامل وتعرفون إيش بي ما بي. نجي من الدور للمالوريويس. المالوريويس تير مثل ما تلاحظون هنا، شوفوا الأوسفاجس واتصاله بالمعدة، هاي أكو فد هنا، شلون أكو جروح خدوش، هاي الخدوش إيش يصير؟ اذا اجاك البيشن قال لك انا قحيت قحه قويه، هاي القحه القويه ممكن تسبب عنده شق هنا، فشر. شلون الفشر؟ وين هنا تصير؟ تصير باللور اوسفاجس، تقوم تنزف. فيجيك بيشنت عنده هيستوري مال قحه قويه، او يقح قحه قويه، او ياخذ دواء يخليه يقح، او ماكل فد شيء خلاه يقح قحه قويه الى اخره، او تقيؤ قوي، يعني هاي تهوع يسمونه احنا شنو؟ تهوع، بس يعني اللي هو الرغبه بالتقيؤ، تمام؟ يعني كانت كلش قويه فادت الى تير، هو هذا المالوريويز تير يسمونه لونجيتودينال تير، يصير وين؟ بالاوسفاجال ميوكوزا عادي جاس واوسفاجال جنكشن، تمام؟ هاي وين تصير؟ عند الشخص اللي عنده سترنس في فوميتنج اند ريتشنج، يعني الشخص اللي عنده فوميتنج هواي او قح قحه قويه او عنده ريتشنج يعني تهيؤ، يحاول يتقيأ، مو يحاول، عنده رغبه بالتقيؤ بس ما جاي يطلع شيء، هذا الريتشنج يسمونه تهوع اي شيء اسمه. المهم فهذا الهيستوري يفيدني على مود اعرف الكوز، يجيني الشخص يقول لك دكتور انا قحيت قحه قويه وبلش عندي هاي الشغله، او تقيأت وبلش عندي هاي الشغله هيك، فاخلي بالي مالاري ويس، اوكي. وهاي على الاغلب يجيني وياها شخص عنده هيماتيميسيس، ليش؟ لان هي ما صايره ابر جي اي تي، وهو فوميتنج، هو اصلا اساسه فوميتنج، فاثناء ما يريد يتقيأ صار عنده مالاري ويس، تمام عيني، وهو عنده اصلا تقيؤ بالموضوع، فالنزيف مو كان ما يعبل للور جي اي تي وصل عنده ملانيا، هو اصلا الكوز مالته فوميتنج، يعني الفوميتنج مستمر عند هذا البيشنت، فاحد الاتاكات مالت الفوميتنج صار عنده شنو هو؟ مالوريويس، فمن يجي فوميتنج راح يطلع الدم ويا التقيؤ فيصير عنده هيماتيميسيس، وهذا مو سيفير، ممكن انه يروح سبونتاني وصلي، اوكي. العلاجات مالته انه هواي علاجات، اما انطيه فد لوكال انجكشن من الابنفرين، يعني فازو كونستريكتر، اكو فد شيء يقلص الاوعيه الدمويه بهاي المنطقه على مود يمنع النزيف، اور كوترايزيشن اللي هو شنو معناه شلون الكي، اوكي، اور اندوسكوبيك كليبنج كليبسه اخليها شلون هيك القراصه اقرص هاي المنطقه، تمام، اور امبورايزيشن معناه الشريان اللي واصل لهاي المنطقه اسده بخثره، انا اسوي له خثره واسده هيك شيء. سيرجري رير استعمله هنا. الأذر كوز اللي قلناها كانسر ممكن، وأنواع أدينو كارسينوما ممكن، موست كومون مالجنسي تسوي بليدينج، إز فريكوينت سيمتوم سبيشالي أدفانس تيومر، بعد بليدينج تندنسي الناس اللي عندهم كوجيليشن ديسوردر، أيورتي إنتريك فيستورا هاي اللي مساعة قلت لكم عليها، والدايلوفي ديسيز اللي هو جاستريك أرتيريال فينوس مال فورميشن، يعني الجاستريك الأرتري والفينوس مالته يصير بيهم مال فورميشن، يقوم الارتري مرتبط بالفين وكذا، ذن السوالف، يعني شغلات راجعه للامبريو، تمام، لان هن الكوسز اللي اخذناها هسه حاليا ما تجي اي تي بليدنج. ان شاء الله تعالى بالبارتات الجايه راح نتكلم عن الكلاسيفيكيشن وكذلك الابروتش اللي نسويه للشخص اللي عنده جي